الكبير لحفل أم كلثوم بتقنية الهولوجرام واللي تم إقامته في القاهرة السنة اللي فاتت في قصر عابدين الأسطوري، مجموعة ام بي سي قررت تنظيم حفل مميز تاني لأيقونة في عالم الموسيقى الكلاسيكية المصرية. المرة دي هتكون مع العندليب عبد الحليم حافظ من خلال تقنية الهولوجرام. عشاق العندليب الأسمر هيقدروا يستمتعوا بمجموعة من أغانيه خلال أمسية استثنائية لمدة 90 دقيقة من الطرب والحنين إلى الزمن الجميل بفضل تقنية الهولوجرام والذكاء الاصطناعي الرائد. هيظهر عبد الحليم حافظ على خشبة المسرح من خلال نموذج ثلاثي الأبعاد بيحاكي تفاصيل شكل الفنان وحركاته بدقة عالية جداً، وبالتعاون مع أوركسترا مكونة من أكثر من 20 شخص بيعزفوا الموسيقى مباشرة بجانب الهولوجرام. الحقيقة إن النوع ده من الحفلات بيشكل خطوة جديدة جيدة جداً نحو إحياء الإرث الموسيقي العربي في مصر والمنطقة عموماً، وبيلاقي رواج كبير من خلال الإقبال الكثيف على شراء التذاكر اللي تقريباً قربت تخلص. لكل اللي حابين يستمتعوا بحفل عبد الحليم حافظ اللي جاي واللي هيقام في القاهرة على مسرح مول العرب في 17 و18 يونيو، يمكنكم شراء التذاكر من تيكتس مارشي خلال الرابط اللي هيظهر أمامكم على الشاشة دلوقتي بتقنية الهولوجرام. العندليب الأسمر يعود للغناء في حفل تنظمه ام بي سي بالقاهرة. جبار جبار في رئته